مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك، سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه لنواصل معكم هذه السلسلة المباركة إن شاء الله من دروس شرح متن الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر، هذه المنظومة الفقهية المباركة. وكنا توقفنا في اللقاء الأخير عند قول الناظم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: نواقض الوضوء 16، بول وريح سالس إذا ندار، وغائط نوم ثقيل مذي، سكر وإغماء جنون ودي، لمس وقبلة وذاء وجدت، لذات عادة كذا إن قوصدت، إلطاف مرأة كذا مس الذكر، والشك في الحداث كفر من كفر. هذه النواقض، نواقض الوضوء، كنا شرحناها ولا لا؟ مر معنا شرحها باستفاضة، ثم تلا ذلك قول الناظم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر نواقض الوضوء شرع في ذكر ماذا؟ ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذاكر والشددع، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لما كثيرا انتشر. بعد أن ذكر رحمه الله تعالى نواقض الوضوء بما مر معنا من التفصيل في شرحها، انتقل رحمه الله تعالى وشرع في ذكر ما يتعلق بما يسميه الفقهاء بالاستطابة أو بالاستنجاء أو بالاستجمار، وذلك عند قضاء الحاجة. قال رحمه الله تعالى: ويجب استبراء الأخبثين مع سلت ونتر ذكرين والشددع. والاستبراء هو طلب البراءة، الاستبراء هو طلب البراءة، والمقصود بالاستبراء هنا إزالة ما تعلق بالنجاسة أو من نجاسة بالمخرجين، بالقبول والضبر، بالقبول وبالضبر، فهذا يسمى استبراء، أي طلب براءة المخرجين من الخبث، من الخبث. والأخبثان هما البول والغائط. وقد مر معنا ذكر شيء من آداب المتخلي،
أي أن المسلم إذا أراد أن يتخلى، أراد أن يذهب إلى الخلاء، فيلزمه أو تلزمه بعض الآداب التي أدبنا بها الإسلام والتي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن ذلك ما ذكرنا فيما مضى أن الذي يدخل إلى الخلاء ينبغي أن يقدم قدمه اليسرى، أن يقدم رجله اليسرى، وهذا عكس ما يفعله عند دخوله إلى المسجد، وعكس ما يفعله عند تنعله عندما يلبسون عليه، فإنه يبدأ لبس النعلين بماذا؟ باليمنى، ثم عند خلعه يبدأ باليسرى. فكذلك المسجد إذا دخل المسجد يبدأ برجله اليمنى، وإذا خرج يبدأ برجله اليسرى. أما عند التخلي عند الذهاب إلى الخلاء أو الدخول إلى الخلاء فإننا نعكس الأمر، نبدأ باليسرى، وإذا خرجنا خرجنا مبتدئين بالرجل اليمنى، بالرجل اليمنى. ثم عند خروج، ثم من الآداب والإنسان يقضي حاجته ألا يتكلم، فإن الكلام مكروه عند قضاء الحاجة، لا يجوز له أن يتكلم، ولا يجوز له مطلقا أن يدخل معه شيء، يعني شيء مما هو يعني مما هو محترم، أن يدخل معه يعني ورقة مثلا فيها أسماء الله سبحانه وتعالى أو بعض الآيات من القرآن الكريم أو شيء من هذا، أو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن تدخل المرأة شيئا يعني من حليها وقد نقش عليه اسم الجلالة أو ما تعلق وما شابه ذلك، فإن المحل محل الخبائث، فإن المحل محل الخبائث. فلذلك يعني مما يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بدعائه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فالمحل مظنة، فهو محل للخبائث ومظنة أيضا لوجود الشياطين. ثم إذا قضى الإنسان حاجته، إذا كان في مثل هذه الأماكن المعدة في المدن أي المراحل فالأمر لا إشكال فيه، وإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته في الخلاء فإن من الآداب التي تضاف إلى ما سمعنا ألا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، حتى يقترب من الأرض، يعني لا يرفع ثوبه ولا يكشف عن سوءته وهو واقف، بل ينزل إلى الأرض حتى يقترب من الأرض ثم يكشف عن سوءته ليقضي حاجته. فإذا قضى حاجته انصرف أو خرج من الكنيف ثم قال ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: غفرانك، غفرانك، غفرانك. هي مصدر من غفر يغفر غفرا وغفرانا، كشكر يشكر شكرا وشكرانا. فكلمة غفرانك مصدر منصوب، مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره أسألك غفرانك، تقدير هذا الفعل المحذوف أسألك يا ربي غفرانك. كيف يسأله غفرانه وقد خرج يعني من الخلاء؟ قال أهل العلم
أن يطلب مغفرة ذنوبه كأن يقول: اللهم كما خففت عني هذا الأذى ورفعت عني هذا الأذى من الخبث، فخفف عني ما علي من الآثام ومن الذنوب ومن الخطايا. وقال بعضهم أيضا: غفرانك، أي أستغفرك ربي لأنني وأنا في الخلاء قد انقطعت عن ذكرك وشكرك. وكما ذكرنا أن الإنسان عندما يقضي حاجته يكون في قضاء الحاجة، لا يجوز له أن يتكلم فأحرى أن يقرأ القرآن أو أن يذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا الانقطاع عن قراءة القرآن وعن ذكر الله وعن شكر الله سبحانه وتعالى يستغفر منه الإنسان: أستغفرك يا ربي لهذا الانقطاع عن ذكرك وشكرك، هذا الانقطاع الخارج عن إرادتي. ولا بأس أن يدعو أيضا بما ورد في الحديث الذي رواه ابن ماجه، وإن كان الحديث ضعيفا لكن معناه صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو به عند خروجه من الخلاء فيقول: الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني، يعني يحمد الله عز وجل على معافاته وعلى تخليصه من هذا الأذى. لماذا أيها الإخوة؟ لأننا لا ينبغي أن نعتقد أن الأمر بالسهولة التي يتصورها البعض. فإذا ذهبت إلى الخلاء وتخلصت مما في بطنك ومثانتك من القاذورات ومن هذه الأوساخ، فاعلم علم اليقين أن هناك أناسا كثيرين يتمنون أن يتخلصوا من هذا الأذى ومن هذه القاذورات، فلا يسعهم ذلك، لا يتمكنون من ذلك. كم من إنسان سبحان الله تجدونه مقطوع ومبتور اليدين، هل تصورتم كيف يقضي هذا حاجته؟ كيف يستجمر؟ كيف يستنجي؟ كيف يتوضأ؟ كيف ينزل ثيابه لقضاء حاجته؟ وكيف أيضا يلبس ثيابه مرة أخرى؟ لا بد له ممن يقوم، يعني ممن ينوب عنه في هذه الأمور. بالأمس سبحان الله وأنا في الدرس في المسجد، أخ يسأل معنا يقول: أنا لا أستطيع أن أحضر إلى المسجد إلا ومعي كيس يجمع فيه البول. فهو مصاب بسلس البول، لا يتحكم في بوله، لا يتحكم في توقيف هذا البول، فلذلك هو دائما معه هذا الكيس بجنبه، والكيس ممدود بأنبوب إلى ذكره. فعندما تنظر أنت إلى ما أنعم الله به عليك فتستطيع أن تبول وأن تفرغ ما في مثانتك حتى ولو لم تكن ممتلئة، حتى ولو لو لم تكن مثانتك ممتلئة فإنك تستطيع أن تفرغها. هل تفكرت في ذلك الإنسان الذي أصيب بالمسك فلا يستطيع أن يفرغ ما في بطنه من الفضلات إلا بمساعدات طبية وآلات وأجهزة؟ فلذلك ناسب الإنسان وهو قد خرج وعافاه الله من هذا الأذى ومن هذه القذورات أن يحمد الله سبحانه وتعالى الذي عافاه وخلصه من هذا الأذى. إذن فهنا ذكر الناظم رحمه الله تعالى في الاستطابة، أي ماذا يتبع
هذه التخلية عندما أفرغ الإنسان ما في بطنه وما في مثانته ماذا يفعل؟ فلذلك قال: ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونطر ذكارين والشددع، أي يجب بعد التخلية أن يستبرئ الإنسان. وقلنا الاستبراء هو طلب براءة، أي أن يعمل على قطع وعلى تنظيف المخرجين من البول ومن الغائط. ويجب استبراء الأخبثين مع سلت، والسلت هو النحت والإزالة، ويتكون للذكر النحت هكذا والإزالة، أي قصد إزالة ما تبقى من البول في الذكر، مع سلت ونتر ذكارين والشددع. والنتر هو الجذب بشدة، النتر هو الجذب بشدة، والمقصود هنا عكس ذلك لقول الناظم رحمه الله تعالى: والشد دع، أي دع عنك الشد والنطر بشدة. لأن بعض الناس بعد بوله، بعد انتهائه من البول، يبقى يعني في نطر ذكره وشده وجذبه بقوة، زعما منه أن ذلك أدعى أن يخرج ما تبقى من قطرات البول في ذكره. بل وقرأنا أن منهم من يكثر التنحنح بعد قضاء الحاجة، يتنحنح بقوة حتى ينزل ما تبقى يعني في مذاكره يعني من الأذى. وبعضهم يصعد مع الدرج صعودا ونزولا حتى لا يبقى شيء من البول في ذكره. وهذه كلها حقيقة، هذه كلها وساوس، كلها وساوس. وأنا وقفت على شيء من ذلك، سبحان الله، شهدته بأم عيني، وذلك سنة 1978 في أحد المساجد عندنا هنا في مدينة سلا، دخلت لأصلي فيه فوجدت الإمام، وأنا أعرفه، مات رحمه الله تعالى، هو إمام في المسجد، فوجدته بين العشاءين في درس كهذا الدرس، يعني يعلم الناس كيفية الوضوء، صفة الوضوء، صفة الاستنجاء، صفة يعني الاستطابة إلى غير ذلك. وكان مما شدني إلى هذا الإمام غفر الله لنا وله أنه لما وصل إلى هذه النقطة، يعني مسألة الاستجمار ويعني والاستبراء، قام في المسجد والناس ينظرون هكذا، فبدأ يمشي من في طول المسجد من جداره إلى جداره، وهو يخلف هكذا برجليه معكوستين، يقفز هكذا ثم يقفز هكذا، يقفز هكذا ثم يقفز هكذا إلى نهاية الجدار ثم يعود. والله يشهد أنا بين يدي الله، يعني مات رحمه الله. فقال لهم: لا يمكن إفراغ ما تبقى في الذكر من البول إلا بهذه الحركات، أنك تقفز قفزات يعني معكوسة، يعني رجل هكذا تقفز بها هكذا، والثانية تعكسها على الشمال والأخرى على اليمين وهكذا. ومثل ما قلت لكم، يعني هذا يعني هذه كلها من الوساوس، والله سبحانه وتعالى لا يكلف الإنسان فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا
أحس الإنسان كيف تحس بأن الخارج قد انقطع من السبيلين؟ هذا بشعورنا بإحساسنا، تحس بأن الغائط قد انقطع وتحس بأن البول قد انقطع أيضا. فإذا بقي شيء من القطرات في الذكر فإنك تسلته كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى سلتا خفيفا، سلتا خفيفا هكذا، فإذا كانت هناك بعض القطرات مهيئة للخروج تخرج. إذن ويجب زيد ويجب استبراء لخبثين مع سلت ونتر ذاكر والشددع. نعم، ثم بقي لنا يعني أنه حتى من الناحية الطبية فإن نتر الذكر وشده وسلته بقوة قد يتسبب في أمراض، من ذلك ما أكده الأطباء من ارتخاء المثانة، من ارتخاء المثانة، فإن الإنسان إذا أكثر مع كل بول فيبدأ يعني في ذكره يسلته ويشد يعني ويشده ويجذبه جذبا عنيفا قد يتسبب في أن تكون يعني أن يجعل المثانة مرتخية، وبالتالي يترتب على ذلك أمراض وأدواء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى بعد ذلك وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط لا ما كثيرا انتشر. وجاز الاستجمار، عندنا الاستنجاء وعندنا الاستجمار، وكلاهما يؤدي مقصودا واحدا يعني قطع النجاسة وقطع الأذى عن السبيلين، إلا أن الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر ونحوه، يكون بالحجر ونحوه. وجاز الاستجمار من بول ذكر، أي الرجل إذا بال جاز له أن يستجمر من بوله، وكذلك جاز الاستجمار من الغائط، وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط، والغائط أيضا يجوز منه الاستجمار إلا ما كان فاحشا متفحشا أي منتشرا منتشرا، فمثل هذا لا بد فيه من الماء، وهذا ما أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى كغائط لا ما كثيرا انتشر. فإذا انتشر الغائط حول المخرج فإنه لا يجزئ فيه الاستجمار، لا يجزئ فيه الاستجمار، لأن الاستنجاء واستفعال من ماذا؟ استفعال من النجو، استفعال من النجو، والنجو في اللغة هو القطع، هو القطع، تقول نجوت هذه الشجرة أي قطعتها، والمقصود به ها هنا هو قطع الأذى عن السبيلين عن المخرجين. أما الاستجمار فهو استعمال الجمرات أو الجمار، وهي الحصى الصغار، الحجرات الصغيرة أو ما يقوم مقامها، ليس شرطا يعني أن يكون حجرا، فقد يكون خشبا، لكن يشترط في هذه الجمرات ألا تقل على ثلاث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستجمار بأقل من ثلاث جمرات، ويشترط في هذه الجمار أن تكون طاهرة وأن تكون منقية، وأن تكون خشنة، وألا تكون طعاما ولا شيئا محترما،
ولا ما اتصل بحيوان، فهذا ما نص عليه أهل العلم فيما يتعلق بالاستجمار. الاستجمار يكون بالجمار، يعني بالجمرات، بالأحجار. لكن يشترط في هذا الحجر ألا يكون أملسا، فإذا كان الحجر أملس فإنه لا يؤدي هذا الغرض، أملس لا يزيل النجاسة بل قد يميعها. وكذلك إذا كان الحجر مبللا بالمطر وغيره، هذا ليس منقي. وألا يستنجى، وألا يستنجى بمحرم بنجس. ولذلك كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء له بروث حيوان فقال إنه ركس، بمعنى نجس. كما لا يجوز الاستنجاء أو الاستجمار بالعظم، لا يجوز الاستنجاء بالعظم لعلتين. فإن كان العظم لمذكات، يعني لبهيمة مذكات يعني حلال مذبوحة، فلا يجوز الاستجمار به باعتباره طعاما للجن، باعتباره طعاما للجن. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الجن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فذكروا أنهم قبل إسلامهم كانوا يغتصبون يعني طعام الناس ويأكلون ويسرقون وينهبون، فماذا بعد إسلامه ماذا يأكلون؟ فقال عليه الصلاة والسلام، والحديث في صحيح مسلم: لكم كل عظم ذكر عليه اسم الله يقع بين أيديكم أوفر ما يكون لحمة. كل عظم، لكل بهيمة ذكر عليها اسم الله سبحانه وتعالى، إذا أكله الإنس، أي أكل لحم هذا العظم الإنس، ووقع بين أيديكم، فإن الله عز وجل سيجعله لكم أوفر ما يكون لحما كأنه ما أكل منه شيء. وبالتالي فإن هذا المطعوم للجن لا يجوز الاستجمار به. وإن كان هذا العظم لبهيمة غير مذكات فإنه لا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ لأنه رجس ونجس وركس. وكذلك الروث، روث الحيوان من رجيعه ما مخلفاته، لا يجوز الاستنجاء بروث الحيوان. ونقول في الروث ما قلناه في العظم أو في العظام. فإن كان الروث لبهيمة مذكات، فإن كان الروث يعني لبهيمة فالروث طعام حيوان الجن، طعام لحيوان الجن، فلا يجوز الاستجمار لا بالعظام ولا بالروث، لا بالعظام ولا بالروث. كما لا يجوز الاستجمار بالشيء الأملس كما قلنا،
الحجر الأملس أو الزجاج أو الزجاج، فهذه كلها لا يجوز الاستجمار بها. وجاز الاستجمار من بول ذكر كغائط اللام كثيرا انتشر، أي جاز الاستجمار من بول الرجل من بول الذكر، وكذلك الغائط الخارج من الدبر إلا أن ينتشر كثيرا، فهذا لا يصلح فيه أيضا، لا يصلح فيه الحجر، لا يصلح فيه الاستجمار. كذلك إذا كان الأذى الخارج من الدبر، إذا كان هذا الغائط الذي خرج من الدبر قد يبس، مر عليه ساعات وربما أيام لوضع من الأوضاع لمرض وهذا، فمثل هذا لا ينبغي أن يستجمر منه بالحجرات، فإن الحجر لا يزيل ما علق من النجاسة بالدبر، ولكن يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى الاستنجاء بالماء. طيب، هل ما هو الأفضل، الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالحجرات أو بالجمار؟ الكلام فيه والخلاف فيه طويل الذيل، لكن الذي عليه الأكثرون والقافلة الكبرى من فقهاء المسلمين على أن الجمع بينهما أفضل، أفضل الجمع بين الاستجمار والاستنجاء. فالاستجمار يقلل الأذى، بمعنى يعني لو أن الإنسان اكتفى بالاستجمار ثم صلى، صحت صلاته؟ صحت صلاته، مع العلم أن الاستجمار لا يزيل النجاسة بالكلية وإنما يخففها فقط. لو استجمرت من الحجر من الجمار فإن هذه الجمار لا تزيل النجاسة كلها، ولكن ما تبقى من النجاسة، القليل من النجاسة، يدخل في دائرة العفو، معفو عنه. لكن المسلم ينبغي أن يجمع بين الأمرين، فيبدأ بالجمار، يستجمر بهذه الأحجار أو ما يقوم مقامها. الآن لا يأتي إنسان بالجمار والحجارة والأحجار والجمرات فيدخلها معه إلى المرحاض، وإنما يعني ما ينوب عنها من هذه الأوراق المخصصة، هذه الأوراق المخصصة لإزالة النجاسات، فإنه يزيل النجاسة أولا بهذه المزيلات من الأوراق وغيرها، وإن كان في الخلاء بالأحجار، فيخفف النجاسة حتى لا يباشر النجاسة بيديه، ثم بعد ذلك يستعمل الماء، ثم بعد ذلك يستعمل الماء فيطهر وينظف ويزيل النجاسة بالكلية. نعم. فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. هنا بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تعالى ما يتعلق بالاستطابة وبالاستجمار والاستنجاء والتخلية، انتقل إلى الغسل وإلى الغسل وفروضه، فقال رحمه الله تعالى: فصل، فروض الغسل قصد يحتضر. الغسل عندنا الغسل بفتح الغين والغسل بضم الغين. الغسل بفتح الغين هو اسم للفعل، اسم للفعل، وبضم الغين اسم للماء، اسم للماء.
كما قلنا فيما مضى الطهور والطهور، الطهور والطهور. وبعض العلماء فصل، بعض العلماء فصل فقال: الغسل يكون في الأطراف، غسل اليدين، غسل الرجلين، غسل يعني غسل الوجه، ويكون في غسل الثياب وفي غسل الفراش، تقول غسلت ثيابي وفراشي وهكذا. والغسل بالضم قالوا يكون في تعميم البدن بالماء، فإذا غسل الإنسان بدنه وجسده يقال هذا غسل، وإذا غسل بعض أطرافه يقولون هذا غسل، والمعنى واحد متقارب. فقال رحمه الله تعالى: فصل، فروض الغسل أي فرائض الغسل وفرائض الغسل. فرائض الغسل قصد يحتضر، إن ذكر فرائض الغسل يعني أربعة، فبدأ بأهمها وأساسها النية، والمعبر عنها في هذا يعني في 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 هذا البيت بالقصد. فروض الغسل قصد أي نية، قصد يحتضر أي نية ينبغي أن تستحضرها مع بداية الغسل، مع بداية الغسل. فصل، فروض الغسل قصد أي نية، لأن النية من معانيها في اللغة العربية القصد. ماذا تقصد؟ ماذا تقصد بفعلك هذا، بعملك؟ فلا بد من إحضار النية عند بداية الفعل، عند بداية، عندما تهم بالاغتسال برفع الحدث، فأنت تحضر هذه النية، تستحضر هذه النية، وفيها أنك تريد أن ترفع هذا الحدث أو أن تستبيح ممنوعا إلى غير ذلك من الأسباب التي يعني يكون من أجلها الاغتسال، لأن النية أصل. ولذلك ورد فيها الحديث الصحيح، حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فما من عمل إلا وله نية، سواء كانت هذه النية صالحة أو فاسدة، خالصة أو غير خالصة، فلا بد من في كل عمل من نية. حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى: لو كلفنا الله بعمل لا نية فيه لكان هذا التكليف مما لا يطاق، لكان هذا من باب ما لا يطاق من التكليف. إذ الإنسان لا بد له من أن ينوي نية. أنت حضرت هنا لماذا حضرت؟ أنا حضرت لماذا حضرت؟ تريد أن تغتسل لماذا تريد أن تغتسل؟ تفرق. قد مر معنا الحديث يعني في بداية هذه الدروس، وفصلنا الكلام يعني عن النية عن النية وعن أقسامها. والنية شرط في سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط في سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل، فما من عمل إلا ويشترط له النية، تشترط له النية. وبهذه النية يحكم على العمل بالصلاح أو الفساد. والنية شرط في سائر العمل، بها الصلاح والفساد للعمل. إذن فأول شروط، أول فروض أو فرائض الغسل النية. فصل، فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فور. ومر معنا أن المقصود بالفور الموالاة، والموالاة هو أن تتابع بين أعضاء يعني هذا الغسل،
يعني لا تغسل طرفا من جسمك ثم تنقطع ثم تعود إليه. والتوقف اليسير معفو عنه، التوقف اليسير معفو عنه، لكن أن يكون هذا التوقف يعني في حالة الغسل طويلا فهذا يلزمك ماذا؟ يلزمك معه ماذا؟ إعادة الغسل. لذلك الفور يعني أن تتابع الغسل عضوا بعد عضو، يعني إذا غسلت جهة اليمنى ينبغي أن تغسل الجهة اليسرى، إذا غسلت يدك هذا ينبغي أن تتبعه بهذه، وهكذا لا بد أن تتابع هذا الغسل. وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بالفور أو بالموالاة. فور عموم الدلك، أي أن تعمم الماء على كل جسدك، إما بيدك أو بشيء آخر، تعمم يعني تمرر يدك، تمرر يدك. والدلك ليس كما يفهمه بعض الناس يعني الدلك اللي هو لا، وإنما القصد منه أن توصل الماء إلى كل الجسد، فإذا وصل الماء إلى كل بدنك فهذا يعني هو الدلك، هذا هو الدلك، يعني قد يعني بلغ الماء إلى كل بشرة جسدك. فور عموم الدلك، أن تعمم يعني تدليك بدنك بالماء. تخليل الشعر، تخليل الشعر أي أن تخلل شعرك حتى يصل الماء إلى أصول شعرك، إلى أصول شعرك، حتى وإن كان الشعر كثيفا طويلا فلا بد من ضغطه، لا بد من ضغطه وتحريكه حتى يصل الماء إلى أصول الشعر. واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى إذا كان الشعر يعني إذا كان الشعر يعني مفتولا، ماذا نقول له نحن؟ لا مظفورا، إذا كان الشعر مظفورا جعله صاحبه ظفائر، جعله ظفائر، فلا يشترط ولا يجب عليه يعني أن ينقضها عند الاغتسال. والمرأة كذلك عند غسلها لا يجب عليها ولا تلزم بنقض ظفائرها إلا عند الاغتسال من الحيض، أما عند الجنابة فقد تحتاج المرأة أن تغتسل كل يوم، وقد تحتاج أن تغتسل 3 مرات في الأسبوع، وهذا يعني فيه من الصعوبة يعني الشيء الكثير على المرأة. نفساء. نعم. نفساء. لا يعني تنقض الحائض والنفساء ينقضن ظفائرهن، أما للجنابة فلا، أما للجنابة فلا. فلذلك ينبغي يعني إيصال الماء إلى الأصول، إلى يعني إلى أصول الشعر. وقد ثبت في الموطأ وفي صحيح البخاري أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يغتسل من الجنابة غسل يديه 3 مرات يعني خارج الإناء، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أخذ 3 حفنات فوضعها على رأسه فغسل رأسه وخلل بأصابعه شعره. كان يخلل عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان له شعر كثيف، فكان يخلل بأصابعه شعر رأسه حتى يصل الماء إلى أصوله، ثم بعد ذلك تقول عائشة ثم يعمم جسده بالماء، يعمم جسده بالماء. نعم. فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفغ وبين الأليتين، وصل لما عسر بالمنديل
ونحوه كالحبل والتوكيل. هنا لما تكلم الناظم رحمه الله تعالى عن عموم الدلك وأنه لا بد يعني من إيصال الماء إلى كل أنحاء وأطراف وأجزاء الجسد، نبه الناظم رحمه الله تعالى إلى بعض الأماكن التي يمكن أن تكون من المغابن أو أن تكون من الأماكن الخفية التي قد ينبو عنها الماء، قد لا يصلها الماء. فقال رحمه الله تعالى: فتابع الخفية مثل الركبتين، أي تابع ما كان خفيا من جسدك فمثل بالركبتين. وأين الخفية من الركبتين؟ باطن الركبتين أو في طيهما، فداخل الركبتين أو طي الركبتين ربما يكون فيه شيء مستخفي، فلا بد الإنسان يعني أن يوصل الماء إلى هناك. فتابع الخفية مثل الركبتين، زيد والإبطة، تابعي الخفية والإبطة. الإبط يعني هذا المكان تحت يعني هذا الإبط يعني قد لا يصل إليه الماء بعموم السكب هكذا، فلا بد يعني من تعاهده يعني باليد حتى نتأكد من أن الماء قد وصل إلى كل الجسد. والإبطة زيد والرفغ هو أصل الفخذ، أصل الفخذ. فأصل الفخذ وخاصة إذا كان الإنسان بدينا يعني سمينا يحمل اللحم والشحم فهنا قد يكون خفيا وقد ينبو الماء فلا يصل إلى كل الجسد، إلى كل الجلد، فيتابع الإنسان هذا الخفي. والرفغة وبين الأليتين بفتح الهمز، مش الإليتين، بالأليتين، ومفردها ألية. والأليتان هما الشق بين الفخذين وخاصة من الخلف جهة الضبر، فالشق الموجود يعني في العجوز يقال يعني للخلفية ويقال للمقعدة ويقال لها أيضا يعني العجوز، فهذا الشق عند العجوز وخاصة كما قلنا لمن يحمل اللحم والشحم وهذا، فقد تتراكم هناك اللحوم والشحوم فلا يصل الماء إلى كل الجسد. فلذلك نبه الناظم رحمه الله وخص هذا المكان بالذكر لعموم البلوى به، لأن البلوى تعم به، فلا يمكن أن تفرغ الماء هكذا فيصل إلى يعني إلى داخل الشق، فلا بد أن يدخل الإنسان يده حتى يتأكد من أن الماء قد بلغ إلى كل المغابن وإلى كل الأماكن الخفية، وبهذا يتم غسله، يتم هذا الغسل ورفع الحدث. نعم. وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. وصل لما عسر بالمنديل، أي في نفس السياق ويتكلم عن يعني ويؤكد على وجوب إيصال الماء إلى كل الجسد، فقد تكون هناك بعض المواضع لا يصلها الإنسان، يعجز الإنسان أن يصلها بيده، كبعض المواطن في ظهره، في وسط ظهره، في أعلى الظهر، فيستعين بماذا؟ بالحبل، يستعين بالحبل حتى يوصل الماء إلى كل الجسد. وصل لما عسر بالمنديل ونحوه، المنديل أو نحوه يعني أو ما يقوم مقامه، وليس شرط أن يكون منديلا، ونحوه كالحبل والتوكيل. المنديل، الحبل، كل هذه الأمور تؤدي نفس الغرض، أو التوكيل والتوكيل
بمعنى أن تستنيب، أن يعني أن يعني أن تطلب من يقوم لك بهذا الأمر، كالزوجة مثلا، كالزوجة ليس كهؤلاء الفساق اللي موجودين في الحمامات عندنا. يعني هذا يأتي الرجل يعني فنسأل الله عز وجل فينزع الثياب عن رجل مثله، ثم يبدأ يعني بلا سترة ولا يعني سبحان الله. الحمامات عندنا يعني نسأل الله العافية، قد يكون الإنسان في بعض المرات وفي بعض الحالات يعني عنده حاجة ماسة إلى أن يذهب إلى هذه الحمامات لمرض أو لبرودة أو يعني لهذه الأمراض المزمنة الآن التي يتسبب فيها البرد، لكن يصل إلى هناك فيجد عالما من الحيوانات، عالما من البهائم، بل إن كثيرا من البهائم تستحيي، يعني كثير من البهائم لا يمكن أن ترى عورتها، بخلاف بعض الناس عندنا سبحان الله، وأغلبهم كبار السن، شيوخ 70-80 سنة وقد تجرد من ثوبه والعياذ بالله كما ولدته أمه، ثم يأتي هذا الآخر مثله، ثم تجده يعني يفركه إلى غير ذلك. فلا يجوز للإنسان يعني مع هذه الحمامات إلا أن يقول بأن هؤلاء قد أفسدوا علينا ما أباحه الله لنا، لأن ولوج الحمامات والذهاب إلى الحمامات بالنسبة للرجال على الأقل لا مانع منه، ولكن إذا تحققت فيه الشروط ألا ينظر الإنسان إلى عورة الآخر وإلى غض البصر. فلذلك هنا التوكيل يكون للمرأة أن ينادي على زوجته فيقول يا فلانة تعالى، فإني لا أصل هذا المكان أو لا أستطيع أن أوصل إليه الماء، فتقوم هي يعني بهذا الأمر، لأن النساء هن لباس للرجال والرجال هم لباس للنساء كما صرح القرآن بذلك. إذن فإلى ها هنا ينتهي الناظم رحمه الله تعالى من ذكر ما يتعلق بفرائض الغسل، ما يتعلق بفرائض الغسل، ثم إن شاء الله عز وجل في اللقاء القادم سنواصل يعني الحديث عن سنن الغسل وعن مندوباته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اقرأوا إن شاء الله، اقرأوا المتن.